قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله الحسنى هي أسماء سمى الله بها نفسه في كتابه أو على لسان أحد من رسله، أو استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يشبه ولا يماثل فيها أحد. وهي حسنى يراد منها قصر كمال الحسن. في أسماء الله الحسنى لا يعلمها كاملة وافية إلا الله. نحيطكم علما أننا في هذا العرض سنتناول بعضا من أسماء الله الحسنى باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له أسماء الحسنى. الرحمن كثير الرحمة، وهو اسم مقصون على الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحيم هو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي. In the Holy Quran, Allah has revealed His name several times so that we can know who He is. He is among His names. الأول, the first, He is the one whose existence is without beginning and nothing was before Him. الملك, the king, He is the one who rules over the heavens and the skies and everything. He is alone and there is nothing above Him. ذو الجلال والإكرام, possessor of glory and honor, the one who is glorious and majestic, he is the possessor of all glory and honor, he is the one who deserves to be exalted and not denied. Assalamu la paix, celui qui procure la paix, le calme et la sérénité. Al-Basir, le clair voyant, celui à qui rien de ce qui existe ou entre en existence ne peut échapper. Al-Mutakabbir, le suprême ou le majestueux, celui qui est supérieur à ses créatures. Nulle créature n'a le droit de prétendre à la grandeur. As-Sami'a, l'audient, celui qui entend tout bruit ou son dans son royaume émanant de n'importe quelle créature. Al-Musawwir, le dessinateur, celui qui donne l'aspect diversifié à chaque création et à chaque créature. Le témoin, Al-Muhaymin, celui qui est témoin de ses créatures, de ce qui provient d'elles comme parole, acte ou croyance. Al-Wahhab, le donateur gracieux, celui qui donne immensément sans rien recevoir en retour. Al-Mu'min, le fidèle, celui qui réalise sa promesse pour les pieux et leur accorde ce qu'il leur a garanti. الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأعطى كل الخلائق أرزقها ويمد كل كائن بما يحتاجه ويحفظ عليه حياته ويصلحه. العليم هو الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأشياء وخفايا الضمائر، لا يعزب عنه مثقال ذرة، فعلمه يحيط بجميع الأشياء. الفتاح هو الذي يفتح مغلق الأمور ويسهل العسير، وبيده مفاتيح السماوات والأرض. في الختام، فمعرفة العبد الأسماء الله الحسنى لها آثار على نفسه وسلوكه، فبها يذوق عبد حلاوة الإيمان بالله تعالى، وتزيد عنده مخافة الله تعالى وخشيته ومراقبته في السر والعلن.